اداء الزمالك النهارده ما اختلفش كتير عن اداء الاهلي قدام سموحه، بس الغريب في الزمالك انه الزمالك نهى موسم حلو قوي الموسم اللي فات، بس بداياته السنه دي مش هقدر اقول انها بدايه سيئه، ولكن مش على نفس المستوى اللي نهى بيه الموسم اللي فات رغم التدعيمات الكثيره. لا هو برضو ماشي على نفس النهج من الموسم اللي فات، يعني هو فنش وحش برضو، يعني ايه كان هو كويس، خلي بالك هو بيعمل اي حاجه المدير الفني، انا النهارده متضايق خلي بالك عشان كده ان هو بيعمل اي حاجه وماشيه معاه، فجي بدايه الموسم عايز يعمل اي حاجه وتمشي معاه، المره دي لا انت جاي مش هتمشي طول الوقت، مش هتمشي لان انت جالك تدعيمات، جالك لعيبه كويسه، اختياراتك انت اللي انت المدير الفني اللي موجود من السنه اللي فاتت وانت اللي اخترت اللعيبه اللي موجوده، ان انت تمشي لعيب يكون لعيب الوردي، يكون عندك لعيب زي دوت ويكون تمشيه بعد شهرين يكون موجود، دي حاجه على فكره حاجه كبيره جدا. هو اللي طالب يمشي وانت تمشي بحسب نادي الزمالك يعني. طيب انت جبته ليه وبتمشيه ليه؟ يعني ده سؤال برضه. وهل الغلطه بتاعت ماتش الاهلي لها ده اكيد مفعول السحر؟ ده اكيد طبعا. ولا لا؟ لا ما هو ثاني على رايي، ما هو ما فيش لاعب بيغلط فبيمشي. يعني بالظبط كل اللعيبه اللي في العالم الضغط والناس والجمهور يعني، بس لو هو كان قراره ان هو مش مستحمل ضغوط، فلو مش مستحمل ضغوط نادي الزمالك فيمشي فعلا يعني خلاص. لا هو في الاخر برضه انت اختيارك انت كراجل قعدت كمدير فني قعدت تلعبه وهو وحش، تلعبه وهو وحش، تلعبه وحش، هو دي انت دلوقتي انت عارف المدير الفني بتاع نادي الزمالك عمال يعمل كل حاجه وحشه، النهارده التغييرات اللعب، انت عمال تخلص لعيب زي على نيمار ناحيه اليمين، مع احترامي لعمر جابر لعيب كويس ولعيب منتخب مصر و بس انت خليت لعيب زي نيمار ده مستواه يقل قوي، ليه؟ كان جبهه كبيره من ناحيه اليمين بيطلع يكمل، والنهارده لما نزل الشوط الثاني عمل كورتين ثلاثه كويسين، فانت ضيعت لعيب زي دوت صغير في السن وممكن كان يعمل اداء كويس ويعمل حاجه كبيره كده لنادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك حاسس ان هم النهارده لا احنا هنكسب، لا احنا هنكسب، لا النهارده خلي بالك نادي المقاولين النهارده كابتن شوقي غريب عمل مباراه كبيره قوي قوي قوي، النهارده نادي المقاولين ضيع 2 بونت، يعني هو خسر 2 بونت من يعني هو المفروض ياخد 3 بونت.